نروح لموضوع تاني مهم جدا، فكرة ربط مجتمع الجامعة بالمجتمع المحلي، يعني الجامعات ليست فقط أماكن للعلم، لكن الجامعات الحقيقية هي اللي تخدم المجتمع اللي موجودة فيه بمشروعات إنتاجية، بمشروعات تقدم خدمات بيئية بشكل كبير. ده اللي احنا شفناه في بنها، مشروع كبير للمزارع السمكية المغلقة والمفتوحة، تم العمل عليه داخل نطاق جامعة بنها لاستخدامها بطريقة بحثية وتعليمية طبعا في المقام الأول لتدريب الطلاب، كمان استخدامها لإنتاج الأسماك بإجمالي وصل إلى حوالي 1.5 مليون طن للحوض الواحد. حاليا جامعة بنها أعلنت عن انطلاق موسم حصاد الأسماك من المزارع السمكية. نتعرف على تفاصيل أكتر مع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها معانا على الهواء. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الفل يا محمد بيه، وصباح الفل على كل المشاهدين، وصباح الخير يا مصر. دور مهم جدا ربط الجامعة بالمجتمع المحلي، وانتوا بتعملوا ده بشكل كبير جدا في جامعة بنها. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن المزارع السمكية اللي قامت الجامعة على إنشائها وتصميمها بنظام المزارع المفتوحة والمغلقة. في البداية يا أستاذ محمد، بس حابب أقول إن جامعة بنها بتتبنى نموذج الجامعات المنتجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وده طبعا بما تملكه من وحدات خدمية وإنتاجية واستشارية موزعة على كل كليات الجامعة المختلفة. ده بجانب الدور اللي بتلعبه الوحدات دي في العملية التعليمية بالطبع وتدريب الطلاب. من ضمن الوحدات الإنتاجية يا أستاذ محمد، الوحدات الإنتاجية الموجودة في كلية الزراعة، ومنها المزارع السمكية. وزي ما حضرتك تفضلت، احنا عندنا نوعين من المزارع السمكية بتنتج أسماك البلطي. الأولاني مزارع السمكية مكثفة أو مغلقة، ودي عندنا مكونة من 8 أحواض. إنتاجية الحوض الواحد يا أستاذ محمد، أصحح لحضرتك، مش 1.5 مليون طن أبدا، لا، إنتاجية الحوض الواحد طن أسماك خلال الموسم، يعني خلال السنة. طن ونصف خلال الموسم. دي المزارع السمكية المغلقة أو المكثفة. عندنا نوع تاني برضو من مزارع الأسماك، احنا بنحاول ننوع المصادر عشان العملية التعليمية والأكاديمية وتدريب الطلاب. فعندنا نوع تاني من المزارع الأسماك، المزارع المفتوحة أو الترابية، وده عندنا حوضين، مساحة الحوض الواحد تقريبا ربع فدان، وبرضه الحوض بينتج 1.5 طن سنويا. من الانتاج ده يا استاذ محمد، ده احنا بنعمل بيه ايه؟ بالاضافة للتدريب وتعليم الطلاب، احنا بنطرحه للبيع في منافذ البيع بالجامعة، سواء لمنتسب الجامعة من اعضاء هيئة التدريس او جهاز اداري او للمجتمع المحلي، وده في دور الجامعة طبعا زي ما حضرتك تفضلت، الخدمي والمجتمعي، توفير سلع غذائية باسعار مناسبة. أستاذ محمد، بس حابب أشير إن مش ده بس الوحدات الإنتاجية زي ما تفضلت في كلية الزراعة أو في الجامعة، لا، إحنا برضو عندنا في كلية الزراعة نظام للزراعات المحمية عبارة عن 3 صوب زراعية بنزرعهم بمحصول الفلفل الألوان، وتقريبا الصوبة الواحدة بتنتج من 7 ل8 طن سنوي. ده دور عظيم جدا دكتور ناصر. اسمح لي بس أسأل حضرتك هنا دور الطالب بقى، طالب الجامعة في العمل بهذه المزرعة وتحقيق الاستفادة الأمثل على الجانبين، يعني في جانب مهم جدا هو الجانب البحثي والعلمي كمان، والجانب الآخر هو الجانب الإنتاجي والخدمي. دور الطلاب إيه يا فندم؟ بالطبع دور أساسي من الوحدات دي بيشارك فيه الطلاب من خلال التدريب والدروس العملية للأقسام المختلفة للكلية، سواء مزارع الإنتاج السمك دي بيتدرب فيها قسم الإنتاج الحيواني برنامج الأسماك، والصوب الزراعية بيتدرب فيها الطلاب قسم البساتين بيتدرب في المزارع دي على نظم الإنتاج المختلفة داخل الصوب الزراعية، وبالإضافة لقسم الهندسة الزراعية أو النظم الزراعية والحيوية طبعا. الطلاب شريك اصيل في الانتاج اللي بيتم في هذه الوحدات. طيب ازاي بيتم استاذ ناصر او دكتور ناصر عفوا تسويق هذا المنتج؟ يعني حضرتك قلت لنا المعلومه انه الحوض الواحد الانتاجيه بتصل الى 1.5 طن، نتمنى يا رب يعني الانتاجيه تزيد خلال المواسم المقبله. تسويق هذه المنتجات من المزارع السمكيه داخل المجتمع المحلي او حتى في انحاء اخرى من الجمهوريه بيتم ازاي؟ بيتم تدريج الانتاج ده يا استاذ محمد الى احجام، وبيتحدد سعره طبقا للجنه بحيث يكون سعر مناسب، ونطرحه في منافذ الجامعه. عدد اعضاء هيئه التدريس والاداريين ومنتسب الجامعه عدد مش قليل يا استاذ محمد، فبالتالي معظم الانتاج بتاخده منتسب الجامعه، لكن لما بنحقق فائض بنعمل دايما اسواق او منافذ للبيع للمجتمع المحلي.
طب دكتور ناصر، هل في خطط لتنمية هذه المزارع السمكية الخاصة بالجامعة، الدخول في شراكات مثلا مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني، يبقى في بعض الجهات تدخل في شراكة مع جامعة بنها وهي جامعة عريقة يعني، لتقديم مثل هذه الخدمات وزيادة الإنتاجية الخاصة بالأحواض السمكية؟ بالطبع احنا منفتحين على رجال الصناعة ورجال الأعمال والمهتمين بهذا المجال، واحنا حريصين على الاستثمار الأمثل لكل أصول الجامعة ومواردها. هل في خطة مستقبلية لده؟ يعني هنشوف ده خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ والله يا أستاذ محمد احنا بنطور حاليا سياساتنا في استخدام الأصول والموارد، ومن خلال مثلا هديك مثال اتفاقية مع وزارة الزراعة، احنا زرعنا خلال الأسبوع الماضي 60 فدان قمح من تأوي الأساس والتأوي المعتمدة بالشراكة مع وزارة الزراعة للتجهيز لتأوي محصول القمح السنة الجاية إن شاء الله تعالى. طب دكتور ناصر، يعني فرصة وحضرتك معانا يعني بعين رئيس الجامعة، الدور المطلوب من الجامعات المصرية، لأنه جامعة بنها وطبعا في جامعات أخرى بتقوم بهذا الدور، فكرة الاشتباك مع هموم المجتمع المحلي، أنه الجامعة ما تكونش مكان فقط أسوار للعلم وقاعات المحاضرات، لكن الجامعة ليها دور مهم وفي منصب مهم جدا طبعا هو خدمة البيئة والمجتمع. إزاي نعمق هذه الفكرة في جامعاتنا المصرية وأنه كل جامعة تشتغل على خدمة المجتمع المحلي اللي موجودة فيه؟ ده توجه مهم فعلا، لان الجامعه هي بيت خبره داخل صحيح. المحافظه اللي هي فيها بيت خبره في العديد من التخصصات، في التخصصات الطبيه، في التخصصات الهندسيه، في التخصصات الزراعيه وغيرها من التخصصات. ركن اصيل من عمل الجامعه وهدفه هو خدمه المجتمع. هي جامعه بنها في الملف ده ملف متميز، لان احنا بنشارك بقوه في جميع المبادرات الرئاسيه داخل محافظه القليوبيه، وخصوصا مبادره حياه كريمه، بنحاول نساعد في بناء الانسان وجوده حياه معيشه الانسان. في الملف الطبي المستشفيات الجامعيه بتحاول تقدم خدمه طبيه متميزه للمترددين على المستشفيات الجامعيه، بتحاول تقدم المراكز الاستشاريه الهندسيه الموجوده داخل الجامعه استشاراتها لجميع الكيانات الموجوده والمختصه داخل المحافظه وخارجها. تمام، هاخد من كلام حضرتك كلمه يعني مهمه جدا، ان الجامعه هي بيت خبره، بيت خبره بيلجا اليه في قطاعات مختلفه اجتماعيه وصحيه وغيره. هنا السؤال عن الاساليب العلميه الحديثه، ازاي في جامعه بنها بيتم توظيف وادخال المناهج والمقررات العلميه والتكنولوجيه الحديثه، خصوصا احنا بنتكلم على يعني استزراع سمكي او محاصيل اخرى بتحتاج الى اعلى درجات التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية بشكل كبير. احنا في جامعة بنها بنراعي في تصميم البرامج الدراسية تكون ما تقلش عن البرامج الدراسية الموجود في أكبر جامعات العالم. برامجنا الدراسية بتعتمد على نظام الساعات المعتمدة، برامجنا الدراسية بتواكب متغيرات المستقبل والتحديات الثورة الصناعية الرابعة وتواكب وظائف المستقبل. بنحدث دايما وبنربط البحث العلمي بتطوير البرامج الدراسية بحيث إنها تكون قابلة للمنافسة في سوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي. حياكم الله. جميل، الأستاذ دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها، بشكر حضرتك على هذه المداخلة وصباح الخير على حضرتك.